سارك حال شباب، معكم شركيال شركة كيل، جايبكم فيديو جديد. طبعا شباب، الاسبوع الماضي كنت بمعرض جيمز كون، وكان في قسم جدا ضخم بالمعرض اسمه كوريا بافالون، وكان اكثر قسم عليه زحمه بكل المعرض. بالمختصر هم عده شركات صغيره كوريه تصمم العاب للفي ار، والعاب جدا رهيبه تنافس الشركات الامريكيه بمراحل. جربت كل العابهم وصدقوني العاب خرافيه بالفي ار. طبعا مو تصمم اجهزه الفي ار نفسها، لا، الالعاب اللي جوا. في فوق 9 العاب، دعوني عشان اجربهم واعطيكم رايي فيها. فحاليا راح اورجيكم لعبه بشكل جدا سريع، تجاوز دقيقة، تاخدوا فكرة عن اللعبة وكيف ممكن انتوا تلعبوها. خلنا نبدأ اول شيء باقوى شيء، لعبة شوتر من شركة موشن تكنولوجي، اسم اللعبة بلاك باج. والله العظيم بدون مبالغة من احلى العاب الفي ار اللي لعبتها في حياتي. مثل ما شايفين ندخل 4 اشخاص جوا القفص، ويكون في مصعد. هالمصعد ينزل بمكان عبارة عن مغارة، ويطلع لنا زومبيز بس جدا مخيفين من كل مكان، ولازم نحمي بعض. طبعا الجرافيك خرافي، انتو شايفين على الشاشة حاليا على اليمين، هذا مو الجرافيك، هذا بس بورجيكم اماكننا في اللعبة. الجرافيك اللي نشوفه جوا اللعبة مو طبيعي، وما ادري كيف بس ايدي لما احط ايدي، يعني بس اشوف ايدي رح اشوفها موجودة جوا اللعبة، مع انه مفروض فقط الايد اللي مسك فيها الريموت اشوفها، لا، حتى يدي الثانية اللي مو مسك فيها الشيء لما احركها اشوفها جوا اللعبة. مثل ما شايفين مستغرب كيف طالع ايدي جوا اللعبة حاليا، واللعبة تاخذ كل حركة بجسمك، حتى لما ينزل مصعد لتحت يطلع هواء من تحت الجهاز. مثل ما شايفين قميص قاعد يطير، يطلع هواء يحسسك بشعور انك قاعد تنزل بمصعد. فهي فعليا لعبة بلاك بادج تجربة لا تفوت. وتاني شركة صغيرة تصمم العاب عنا اياها هي رياليتي ماجيك. عندهم الالعاب اللي شايفينها قدامكم حاليا كلها العاب شوتر. جربت لعبة سبيشال فورس انفينيتي وور، قلت خليني اجربها، شكلها لعبة شوتر عادية. صراحة ما لي مجرب العاب شوتر قبل هالمرة بالفي ار قبل هالمعرض. جربت العاب تانية على البلاي ستيشن في ار، بس اللعبة استغربت انها سموث بطريقة مو معقولة، جدا ثلثة، ما فيها اي لاج. كل حركة اسويها بايدي يمين يسار مليمتر صغير طخة تنحسب جوا اللعبة. فما ادري اذا كل الفي ار هيك او لا. اذا حد منكم جرب بلاي ستيشن في ار او اي شيء تاني، خبروني هل عنكم اياها بهالسلاثة ولا لا، لانه كانت جدا تجربة رائعة الصراحة. بعدين عنا شركة نامو 6، وعندهم لعبتهم الوحيدة جالكستي مثل ما شايفينها قدامكم حاليا. طبعا هي عبارة عن سيمس، اكيد معظمكم يعرف لعبة سيمس اللي هي تفوت وتسولف مع اصحابك وتشتري ملابس وتربي اثرة وشن الكلام. فعليا لعبة سيمس بالفي ار، بس الحلو فيها انه فيها كل العالم، يعني تروح على اي منطقة بالعالم. طبعا مو حاطين بالتفاصيل كل العالم، بس يعني قدر المستطاع تفوت جوا اللعبة وتتمشى مع الناس وتسولف معهم. حتى في سينما جوا اللعبة، فينك تلعب العاب جوا اللعبة نفسها، بس العاب شوتر او شيء، فينك تنام جوا اللعبة. مدري الفي ار يصير عندك معتم او شيء. فكانت تجربة حلوة صراحة، ولعبة لو لعبها عدد كفاية لها مستقبل جدا باهر، يعني فعليا حياة كاملة جوا الفي ار. ورابعا عنا شركة في ار ايلر بلعبة ديد جراوند ارينا. فعليا اكثر لعبة استمتعت فيها بين كل الالعاب، حتى اكثر من اللعبة الاولى اللي قلت لكم خرافية، لان اولا اللعبة زومبي، وثانيا فيها جو مخيف لدرجة مو طبيعية. انت فعليا راح تكون واقف بالنص ويجيك زومبي من كل الاطراف، ما فينك تتحرك، كل عليك انك تبدل اسلحتك وتطخ فيهم. مثل ما شايفيني حاليا داخل الجو متحمس باللعبة، فعليا ما فينك ترتاح ابدا بهاللعبة. لما تطخ زومبي راح تلاقي زومبي قاعد يضربك من اليسار، لو مسكت زومبيين وقاعد تطخ عليهم عندك سلاحين راح تلاقي واحد من النص قاعد يهجم عليك. كل شوي يجي بوس صعب انك تذبحه، يجي واحد متفجر. فاللعبة جدا رهيبة، وكمان مرة ثانية اعيد وكرر، اللعبة جدا سموث جدا سلسة. مرة ثانية انا جربت البلاي ستيشن في ار اللي يعتبر اشهر في ار حاليا، وما حسيتها بسلاسه الالعاب اللي لعبتها بهالمعرض. ما ادري هل لانه بي سي وفريمات عاليه او لا، بس كانت تجربه جدا رهيبه. وقبل الاخير عندنا شركه في ار اني ولعبه كورينج. صراحه كنت متردد اجربها او لا، لانه شايفها ستايل اطفال او شيء من الكلام، حتى اطفال قاعدين يلعبوا. بعدين شفت شيء لفت نظري، شفت انه يمديني اكون دكتور سترينج من افلام مارفل جوا اللعبه. شايفين قدامكم عندي ايد يمين وايد يسار، والاثنين فيهم الدائرة الماثونية المدري شو فيها بالضبط تبع دكتور سترينج. واول ما شفتها قلت ايوه، لا ابي ادخل واجرب اللعبة. طلعت بكل بساطة في قلعة يرموا علي اشياء لونها اخضر ولونها اورنج، ولازم اصد على حسب اللون. بس احيانا وهالشيء اللي عجبني يرموا علي شيء قوي، لازم ادمج الدائرتين مع بعض واصدها، نفس ما شفتوا سويتني شوي.
فاي كمان هي كانت لعبة حلوة، صحيح انه موجهة للأطفال بس كمان كانت جدا ممتعة اللعبة، والجرافيك والسلاسة مثل ما قلت لكم رهيبة. واخيرا KVR افضل تجربة جربتها بين كل الالعاب لانه مو لعبة. هل بعمرك تمنيت تجرب شعور انك تنط بالباراشوت او تمشي بين الجبال بالشيء اللي هي بدلة الطيران الخطرة؟ بنشوف كثير فيديوهات عنها على اليوتيوب، ناس قاعدين يمشوا بين انهار وحاطين كاميرا جو برو. انا صراحة كان دائما حلمي اني اجربها بس ادري انه جدا صعب الاقيها اولا، وثانيا اكيد لها وزن معين ولازم اسوي شوية دايت لاجربها. حاليا بالفي ار فعليا عشت هالتجربة، قاعد بنفس مقعد الباراشوت بالضبط، قاعد يطلع وينزل فيني ويتحرك نفس حركات اللي قاعد اشوفها بنظارات الفي ار. وانتم شايفين الشاشة التلفزيون اللي فوقي قاعدة تورجيكم الاشياء اللي انا قاعد اشوفها. كانت تجربة جدا رهيبة صراحة، رجعت لعبتها مرتين وثلاثة لانه ادري ما رح تجيني الفرصة اني اجرب اشياء نفسيك مرة ثانية. واخر شيء بالقسم كان في شركات مو جايبين اجهزتهم لانه اجهزتهم يعني ضخمة جدا ما تنحط بمعرض عشان الكلام، بس عطوني نظرة عامة عنها. في نفس هالشخص اللي هون اللي هو عبارة عن بروجيكتر تحطه بالحيط والبروجيكتر تلعب عليه نفسه، يعني يعكس شاشة او صورة على الحيط والحيط نفسه يصير تاتش، كيف ما ادري بس الفكرة جدا رهيبة. نفس الشيء هون من شركة اكسريبس بس بدال على الحيط على الارض، يصير الارض عبارة عن كلها الشاشة قابلة للتاتش تمشي عليها او الاطفال يلعبوا عليها. واخيرا شركة في ار انياك، اللعبة اللي ورجوني اياها ما كانت في ار، لا كانت اوغمنتد رياليتي او الواقع المعزز، لعبة جوال تقعد انت واربعة من اصحابك تفتحوا الكاميرا وتقعدوا على الطاولة وتوجهوا الكاميرا على الطاولة وراح يتحط لكم ماب قدامكم. مثل ما شايفين الماب يشبه مابات كول اوف ديوتي تقريبا، يشبه نيوك تاون الا شوي. فالشيء الحلو انك تتحكم انت من فوق بالماب، يكون تحت في زومبيز وتتحكم بطيارة من فوق بالشوبر، يكون عندك قاعدة لازم تحميها ولازم تطخ الزومبي. هاللعب كله لازم تكون واقف وموجه كاميرا الموبايل على طاولة. والشيء الحلو بالموضوع انه هي لعبة جوال، فينك تحملها على الاندرويد، اظن حاليا موجود على الاندرويد، على الايفون لسه شيكوا الوصف، لو موجود على الاندرويد حاليا راح احط لكم رابط تحميل بالوصف. باي شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم نظرة سريعة على ألعاب VR من شركة كورية كلها بأفكار جديدة ومعظمها خرافية الصراحة. شيكوا الوصف راح أحطلكم تفاصيل على كل لعبة. حاليا أول ما ينزل الفيديو يمكن تلاقي الوصف فاضي، بس أول ما يوصلني لينكات عن الألعاب وكل شيء راح أضيفها بالوصف على طول. فأي شباب أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تلعبوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات أراكم عن الألعاب هي كلها، وبس كان معكم شركيات شركة كيش كم ديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.